بين الحين والآخر يعود حادث خلية الأزمة الذي وقع في 18 من تموز يوليو عام 2012، وراح ضحيته عدد كبير من المسؤولين السوريين إلى الواجهة في سوريا. لكن تلك المرة كانت الرواية الجديدة للحادث مختلفة تماماً، حيث كشف عنها عمار باختيار نجل اللواء هشام باختيار والذي فقد في تلك الأزمة. فما هي القصة؟ كان عمار باختيار نجل اللواء هشام باختيار، والذي كان يشغل منصب رئيس مكتب الأمن القومي السوري ومعاون نائب رئيس الجمهورية وعضواً في خلية الأزمة السورية، حاضراً في يوم الحادث، حيث قال إنه كان معتاداً على زيارة والده في مكتبه، لكن في يوم الحادث وصل متأخراً، وكان والده دخل إلى الاجتماع رفقة المسؤولين، فاضطر عمار إلى انتظاره في مكتبه. وبعد فترة من الوقت شعر عمار بهزة قوية، لكنه لم يسمع أي صوت ولم يشاهد أي وهج، فقد تهدمت الحوائط وأحاط المكان عتمة تامة. وأسرع عمار إلى القاعة ليطمئن على والده فلم يجدها، لكنه شاهده في غرفة أخرى حيث كانت كل الجدران متهدمة والغرف بدون فواصل من قوة الضرب. وقال عمار إن أول شخص رآه كان العماد حسن تركماني، ثم رأى آصف شوكت وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة، حيث قام بتفحصه ليرى إن كان هناك نبض، ووجد العماد داوود راجحة أيضاً يلفظ أنفاسه الأخيرة. كما أوضح عمار أن ضابطاً آخر برتبة لواء كان متواجداً في القاعة، وأشار إلى أنه كان مصاباً إصابة بالغة، لكنه رفض ذكر اسمه أو هويته، واكتفى فقط بنفي وجود رئيس الاستخبارات المصرية السابق عمر سليمان في هذا الاجتماع. وتابع عمار أنه وجد والده وبجانبه اللواء محمد الشعار وزير الداخلية الناجي الوحيد من الحادث، وكانا الاثنين مصابين إصابات بالغة، وحاولا الزحف للوصول إلى الغرفة الثانية. وعلى الفور ذهب عمار إلى والده الذي كان مصاباً في يده اليسرى وكفه اليمنى، وهمس اللواء هشام باختيار في أذن نجله وسأله هل هي سيارة مفخخة، ليرد عليه نجله بأنه لا يعلم. وعندما انتقل باختيار إلى المشفى طلب أن يعرف شيئا واحدا قبل تخديره، وهو أن يطمئن على حالة زملائه في خلية الأزمة، فرد عليه نجله بأنهم جميعا في حالة جيدة. وكانت حالة باختيار مستقرة، إلا أن إصابة بالغة كان قد تعرض لها ولم يلحظها نجله أدت إلى وفاته. وعن تفاصيل الحادث أكد نجل باختيار أنه تم باستخدام مواد غير معروفة في سوريا، حيث لم يكن هناك وهج، فقط صدمة ارتجاجية لمدة ثوان. وأوضح عمار أن الحادث وقع قرب منزل السفير الأمريكي، مشيراً إلى أنه أثناء الحادث وبعده رصد في مبنى السفارة إشارة غامضة اعتبرها عمار أحد الخيوط في تلك العملية. كما أكد أن الأجهزة السورية توصلت إلى منفذي العملية واحتجزتهم ما عدا شخصاً واحداً فار غير الرئيسي ممن شاركوا في التنفيذ.